ولا زلنا في محفل أهل الهيلة اللي جايين من المدينة المنورة. الشيخ صالح أنفيعي أبو عبد الرحمن العتيبي هو وأخوياه فنقول الله يحييهم، وأنا انفصلت عنهم لأن لهم قهاوي كثيرة وأنا غطيت بعض القهاوي، ولكن نستسمح كل من ما دعانا ما قدر نجيه، فنقول نجيكم إن شاء الله بالأفراح. وحنا الآن تواجد عند أخينا بالحميرة عند محل العشاء الليلة هنية، وشوي يجون بمشيئة الله عند أخونا متعب عبيد الشملاني أبو عبد العزيز. هذه التجهيزات بيته بالحميرة جنوبا من حي العطريق المدينة. المجلس المبروك اللي يجمع النشام، ودائما والله حنا به ما شاء الله استقبال للنشام. متعب عبيد الشملاني أبو عبد العزيز، المناسبة عندكم الليلة؟ مناسبة طال عمرك جايين الشيخ صالح ومرافقيه من عتيبة من قبيلة العتبان من المدينة المنورة، ويا رب تحييهم. الله يطول عمرك. تحيي الجميع، جميع واحد يجينا يا رب تحييه. الساعة المباركة وشرف لنا. يطول عمرك أبو عبد، ودائما تجمع الغانمين، الله يطول عمرك. يوفقنا وياك إن شاء الله. وأنت أبو عبد الله ما أنت مقصر، دائما وأنت أبد سباق بالخير وتنقل مناسبات الجماعة. عسى الله يوفقك ويختم لك الأجر. الله يجزاه خير، وما شاء احنا بانتظارهم الحين الربع إن شاء الله حق بهالقهاوي اللي مر معنا. والله ما قصروا ربعنا كلهم، وجاي من المدينة. إي والله جاي زيارة خاصة من المدينة. صالح أنفيعي العتيبي يا شيخ. صالح أنفيعي العتيبي، نعم أخويا. اي والله الله يحييهم عند ابو عبد العزيز، والليله المساء عنده والعشاء عنده، الله يكثر خيرك. الله يحييك. وصول الشيخ صالح مريزيد هنا، ما حد هنا يا يعني. أنفيعي العتيبي الله يحييه، قادم من المدينه المنوره. يا هلا يا هلا، عند ابو عبد المتعب عبيد الشملاني ابو عبد العزيز. يا هلا والف هلا، يا رب تحييكم جميعا. عرف عرف الشيخ علي بن معيتي اخوي سالم بن عبيد. هذا شيخ يا هلا يا هلا والف هلا، شيخ صالح أنفيعي وخوياه. يا هلا والف هلا، يا هلا هلا يا هلا بالشيخ. يا حيهم يلا حيهم، يا هلا يا هلا يا هلا والله بالهايله، يا مرحبا. ما يختفي الصوت. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم. يا هلا الشيخ صالح بن مريزيق وربعه، مرحبا مرحبا مرحبا. يا هلا يا هلا، يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم. مريزيق النفيعي وربعه. يا هلا يا مرحبا الشيخ الدكتور. كيف الحال؟ يا هلا ساكن طيبين. عندنا الرفدي، عندنا سليمان الرفدي، هو المستقبل الشيخ صالح مريزيق. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. يستاهل يستاهل الاستقبال عند ابو عبد العزيز. يستاهل يا ابن مريزيق الاستقبال. أيوة أيوة أيوة. وهذه عوائد ربعنا وجيراننا بعد. يلا حي مرحبا 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 مرحبا. يلا حي يلا حي يلا حي يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله يا مرحبا. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم. الشيخ صالح النفيعي اخويا يا مرحبا. يلا حيهم يا هلا وش هلا بالجميع. يا هلا طيبين. الله يسلمك. كيف الحال؟ مرحبا. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيو يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. احمد الشمري، احمد الشمري، يا هلا راح تعرف الهايله يا طول العمر. يا هلا يا هلا يلا حيهم يا هلا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. يلا حي
يا مرحبا يلا حيهم. المقام اكبر من الكلام على المقام. اي والله لكن عاد الله يحييك. والله انكم عند ربعكم وانت ما تقول المعاذيب وحنا نضيوف. المهندس عبد العزيز هي بس لان حاطي شيء لنا. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على ضيوفنا الكارم. نرحب بكم اجمل الترحيب هذا المساء باسم مضيفنا ومعزفنا ابن عمي واخوي متعب ابن عبيد الشملاني العنزي. ونعم. المقام أكبر من الكلام. شيوخ وأعيان وجهاء وشعراء وأدباء يا مرحبا بالجميع. على شرف الشيخ صالح بن مرزيق النفيعي. ونعم. من قبيلة عتيبة وربعه. ونعم. الله يحييهم. نعم. والحمد لله احنا قبيلة الوحدة تحت مظلة الوحدة تحت قيادة حكيمة ورشيدة وهذا من فضل ربي علينا وثمراتها اللي اجتمع كلنا من مجلس واحد. الله يحييكم. واستاذنكم بيتين ترحيبيه بضيوفنا يا الشيخ بدر. بديت بسم الله عظيم الفضائل وصليت بالمبدا على نسل عدنان ومن بعدها نسوق جزل المثايل بقدوم من حلوا على الدار ضيفان يا مرحبا واعداد وابل المخايل ترحيب بعتيبه هل الطيب والشان باسمي ما عليكم زود يا مرحبا وعداد وابل المخايل ترحيب بعتيبه هل الطيب والشان باسمي واسم متعب جزيل الفعايل يا مرحبا وعداد همال الامزان وعداد ما خط القلم بالرسايل ترحيب تنيرجح بها كل ميزان من المدينه لين جيتوا والحايل يا مرحبا مليون من قلب ولسان من المدينه لين جيتوا والحايل يا مرحبا مليون من قلب ولسان نسوقها بالعود يا عيال وايل على يمين الشيخ صالحك حيلان نسوقها بالصالحك حيلان صالح زعيم الطيب وافى الخصايل وربعه على يمناه والساس عتبان نعم يستاهلون صالح زعيم الطيب وافى الخصايل وربعه على يمناه والساس عتبان يوم القبايل بين صايل وجايل مصحيت من فيه دومن وشيطان ارداهم اللي يرتكي للثقايل يوم القنا والرمح والسيف شمام ارداهم اللي يرتكي للثقايل يوم القنا والرمح والسيف شمام بالطيب هيلة والمعارك تهايل على العدو يما يجي فيه خذلان فوق المهار استبقات الاصايل للطامة العايل لرى كل بلشان للطام تخشو ملعدب الصمايل له وله قصور بالقبايل وحقران لطام تخشو ملعدب الصمايل وله قصور بالقبايل وحقران انتم ان قلت روق تجيك برقى حمايل بنت غيث طق صدره العتبان ونعم قبل تاهل يوم المزاين يزدحم بالقبايل ابن غيث طق صدره العتبان من قيته تاخذ زعيم الاوايل صفر لها من يعشق الصفر طربان مفهقات السلم وام الشمايل جلد رقابه ام الطرقه كلها زيان فعولكم بالطيب
ما هي قلايل انتم هالردات في كل الميدان حتى الملك صافح كفوفه وقايل مبروك فوزك يسلم الكينج سلمان. اي والله حتى الملك صافح كفوفه وقايل مبروك فوزك يسلم الكينج سلمان الحاكم اللي كل حكمه عدايل انا من سايد الوطن خير الاوطان. شهر ابو فهد الحاكم اللي كل حكمه عدايل ألا من سايد والوطن خير الأوطان وزيزومه على شب رأس الفتايل محمد اللي يدب الإنس والجان وزيزومه على شب رأس الفتايل شعبه مريبه على طول الأزمان معزي الثاني عريب السلايل من هيبته له تلتفت كل الأعيان اللي نسبهم بالتغالب ووايل يمشون بشر الحنيفي من سالم شاعرنا معيض حمود الخطاط بيض على وجهك بيض على وجهك ابو يزيد والله ونعم. من بعض المجالس دلالات ولاني على بعض المجالس شفاوي اخذت من بعض المجالس دلالات ولاني على بعض المجالس شفاوي من لا عرف قدره بعد كل ما فات انطاح والله ما يطيح متساوي مناكب الدنيا اطوالا عريضات محققت حلم الفقير المناوي يالله عن اللي يبحثون الخفيات ويالله دخيلك عن خبيث الحكاوي الحكي شذرة سيف في بعض الاوقات وهرج القفا مغرى بشرف العطاوي الحكي شذرة سيف في بعض الاوقات وهرج القفا مضراب شلف العطاوي اخفيت شي ولا تنسيت شيات واخذت من درس مجرب فتاوي يا لايمي عن قصرة الرجل حسنات جنبت عن سيل الشعيب النحاوي مجلس يضم الهمز واللمز بالذات جنب عنها لو كان تجلس خلاوي لو انه بقصر شرواكم عليك برجال الفخر والمروات يا حي شوفة محتمين العزاوي شوش للطيب زبون الصيبات ولا القهاوي تكتفيها قهاوي حلو النبا من دون ريبة وشكات حر على صيد الجزيرة رهاوي في مجلسه ذكر السنين القديمة وسوالف من بطيب مع كل راوي خوي جم ويرتكي للثقيلات وعند الشدايد بالمواقف حماوي قالت هلا يا مرحبا عشر مرات خير من كثر الحكي والدعاوي هذه مجالس كاسبين الجمال خلك سوى مدام المكسيمال. ايش شاعرنا عبد الله برجاء الجعفري. الشاعر والله هلا الطيب والعلم الغانم وله الغريب العليف. جينا للكرم فانتم والله على منو؟ جينا للطيب فانتم والله على الطيب. ابو عبد الرحمن الشاعر تضيع تسمي. هذا لي بركه. هذا شاعر الهيله في مجلس الهيله. نعم. وهذا يخجل من بالفعل وبالكلام. يا الله وجه زين والله انا تسمعوا وش عنده شو اسمه الله يعافيك عياد بن شريل الشيباني هنا يا مرحبا اسلم يا عياد الشيخ صالح ترى صدق ولا صدق انا والله اللي بخدمه بالكلام هو والله انا خادم عتيبك والله هنا هنا بكم كلكم اي والله هنا صالح من طبق تعاق زيت تبله تير اللي يقول نقدم له لعبه ظرف ساعه قدمته مقدار 15 حول الله الله يحييك واختصارنا لأن من العصر وحنا ما شاء الله يكفي نعرف عندكم ونعرف من شاعر ذي شاعر كلهم كبار الله الله يحييكم احنا ما قال مشاعر نبديها عليكم من فرحه ما ولا انتم غنيين عن كلامنا وقصيدنا سلام يا عزوه بني وايل مروين السلام العزوه اللي تجمع شيوخ وعوارف ومرا تاريخ امه بحي الله على مر الليال من فعلهم صارت قل مطول جبال الكرى قبيلتن يوم المعارك والعزاوي والقتال تمن حدود الدار في الميقاف وترد البرا والبوصله والمدح والتمجيد يشر للشمال رجال وجبال على طول الزمن ظل ودرى قبيلتن نعم المناسب والفعايل والخصال تقدم على فعل نين ومسها ما ترجع للورا معاليكم مسك وعنبره والله يبارك فالكريم اللي جمع عروس الرجال طرق الحجاج اللي بسوق المرج له باع ان شاء الله الكريم اللي جمع عروس الرجال طرق الحجاج اللي بسوق المرج له باع وشرى واللي مثل متعب تقول لك
تاج راس. نعم تستاهل. تستاهلون والله. تدفعوا له تاج راس وراس مال وانتم وحنا بالوفاء والطيب والعز اخي الشرف. صح الله لسانك. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك وافي. صح لسانك يا شاعر الهيلة والله يحييك انت ويا ربعك والكلام اللي قلته. والان مع الشاعر خليفه بن سعود التمام الجعفري. ترى معنا شعار لا تخلونا اني صاحب القدر والجاه وعزيز وغالي وابن عمي نقيله اتعب على شوفه وبيته ولقياه وصوغ في مدحه معاني جزيله اتعب على شوفه وبيته ولقياه وصوغ في مدحه معاني جزيله متعب ومتعب دام عزه وذكراه على فعول الطيب كفه طويله نعم متعب ومتعب دام عزه وذكراه على فعول الطيب كفه طويله مدهال بيته والنشامه تنصاه وجود عصمان الشوارب دليله واليوم باسم الزحول المسماه على هلا ومرحب وبنه وهيله بصالح ابن مريزيز يا حي طرياها الوافي المطروح راح الفضيله بصالح ابن مريزيز يا حي طرياه الوافي المطروح راح الفضيله بلي مثل شرواه نفرح وحياه ولي حضر من روس قوم وقبيله من روس قوم افعالهم ما جهلناه هم عون من ضاقت عليها الوسيله اعتيب على هيلة على العز مسعاه فجأة وسط وقف في النبيل وربعي فعلهم ما نسيناه وقفاتهم طب القلوب الغليلة وإلان ربعي في نهار المدارات حول الرجال وترتقين الثقيلة قلت وربعي فعلهم ما تنساه وقفاتهم طب القلوب الغليلة وإلان ربعي في نهار المدارات حول الرجال وترتقين الثقيلة الجعفري من طيب راسه ومجناه كمبيوتر ايش صح لسانك شعرنا خليفه سعود التمامي بيض الله وجهك مثل وحده ما احنا قبايل لكن عاد العرف اللي بيننا يجبرنا على بعض كامل الله يغفر لي وحده الله يرحمه ويغفر له عسى انا يا ابو يزيد نبي نعطيه الضيوف فرصه بالقصيد بنسمع منها القصيده نبي الحافي والجذع كلهم على ما قال شعار ابشر بالخير ابشر بالخير بس احنا ما حضرنا شيء كفانا اخوي اياد من عندنا قصيدة لأنها مناسبة في افتتاح مجلس معيض وهي شاملة الله يحييك ممكن بعضكم ما سمعها ولا جتكم قبلنا بس نبات لا زين سلطان كان عندي شيء خليني اطلع انا لازم اطلع النظارة لان احطها من الجوال وابناء واخواني ومؤسس مجلس الخير ومجموعة حضرنا وكسبنا كذلك زيارة متعب في الديرة عزمنا طلعناك طويل الرمح واجهنا واحد من بني خينا يلحفاه اللي هو مهنا بن علي بن معيتت. احنا بنحييكم بنحييكم يا عتاب انت غالي كلنا نشوف عندنا. ونفتخر بن اخي وقال قصور فيه. الله هذا القصيده للشملاي وبالقيله فمناسبه لكن عاد الله يحييكم. الله يسلمك. سلام للشملام مبدا المثايل اعداد همال المطر من مخيله سلام مني يا شيوخ القبايل وخصنا الويلان نعم القبيله. سلام للحضار كل الخصائل والحفل واللي من بعيد يجيله من وسط طيبه واتجهنا الحامل لدعوه الطيب نجي ونعنيله يا مرحبا يا بالريح يا عريب السلايل يا حمود دايم كاسب للنفيله عواد مفرح من قصيده هي قصيده يا عواد هي قصيده قصيدك طيب هذا هي قصيده يقول سار القلم بالبوخ والفكر يمليه وديت قاف ما ذكر فيه زله ابى انصح اللي ضيع الدرب مغديه بعد النصيحه يمكن انه يدله ابى ابذل المجهود والله يهاديه الواحد اللي كلنا تحت ظله ليرافق الغاوي على الشر يغويه يبي يطش بشر لو يحصل له ليرافق الغاوي على الشر يغويه يبي يطش بشر لو يحصل له من خالط الأجرب على الحول يعديه الله يكفينا شر من في علة وانصح على اللي يشوه الحي تشويه اللي العروض الناس سيفه يسله نمام والنمام هذه مهاجيه ودايم يجيب الهرج من غير حلة ومن لا يعزك جنبه لا تماشيه لو هو قريبك يبيض الوجه خل من لا يعزك جنبه لا تماشيه لو هو قريبك يبيض الوجه العفن عفن لا تغرك من باديه اشطب عليه وخل عوضك بالله اشرع على الطيب شروها يجي اشرع على الطيب عسره يقويه اللي لقيته يشوش بمحله هداك تايمع ما توقف سواقيه جمه غزير وكل مغني يدفع صح لسانك شهرنا عواد بن جليده خليفه
التمامي يقول جيراننا شمل لهم حق. عندها جات مشمل. نعم حق علينا ابو عبد الرحمن لا يهون ابو ساجد. اقول قبيلتين ولا تهون جميع القبائل، اقول قبيلتين فعولهم ترفع الراس. عندي وكل انسان حر برايه. ان قلت شمر يطرب الفكر نوماس طيب وكرمه وتصنع دعايه. ان قلت شمر يطرب الفكر نوماس طيب وكرمه وتصنع دعايه. غلط بطنايا ان كان في وقت حساس فجعاتهم تشفي جبود وضمايه. وان قلت وايد. ان قلت شمر يطرب الفكر نوماس طيب وكرمه وتصنع دعايه. غلط بطنايا ان كان في وقت حساس فجعاتهم تشفي جبود وضمايه. وان قلت وايل والفعايل على اساس انا سن وقفاتهم اي دوايه. ويلام ربعي دوم للفعل نبراس يشهد لهم ذي قار ما هي حكايه. قبيلتين انحل بالبال هوجاس مزبن دخيل الكل خايف حمايه. ابطال على حدود وقياس ولا هي مهونه للقبايل وسايه. هذه حقيقه صادقه الود واحساس وتقبلوا تحيتي بالنعم. عيش تمام عيش. يمكن اربع ابيات بشمر يستاهلوا. اقول بالمدح لاهل الوفا يا خليف يجيل يلقاف ما يعي. بالمدح لاهل الوفا يا خليف يجيل يلقاف ما يعي. شمر هل المرجلة هو الكيف لهم الفخر دوم متهي. شمر هل المرجلة هو الكيف لهم الفخر دوم متهي. اشعارهم في قدوم الضيف كلمة هلا يا بعد. الله صحيح 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 سلطان صحيح 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 لقبه في مجلس صحيح مميز صحيح 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 طول عمره لو قاطع كلامك من بير شعر قديم ما هو يعني له اصول بالشعار. لقبه المميز لانه تميز بشعريته وكلماته. احنا دائما يجلب لنا شعر عمه فهد ولد عمه الشايب. اي نعم. يعني وبعدها على ما قال عنده توصيف الدحه. والله يحييك. شاعرنا شاعر الليلة عياد الشيباني خدمنا وعبر عن اللي في خواطرنا للمعازيم. وأنا بسمعكم تغريدات. الله يحييك. يقول من سمو الذات للباب المشرع ياخذ الطيب طبيعتنا طبيعة من علاوي قمة المجد متفرع وركبنا الميمون دايم في الطليعة. وإن طلبنا نتجه لله التضرع ما ننزل هامة الروس الرفيعة وثقلنا يلغي مفاهيم التسرع غير عند الطيب خطوتنا سريعة. يا سلام يا سلام. الثانية يقول خذلك من الدنيا تجاريب ودروس ولا ترتجي غير الكريم وتوسل. كم كفن مع الوقت ما طال ناموس لو كان بالعود المعتق يغسل والضعف فيروس ما هو بي فيروس. أشد وأخطر في انتشاره منسل راس يعقد الراي ويصادم الروس وراس ما يقدر غير راس المعسل. متعب عبيد يستاهل وهذا خوم قدير وقديم. والحقيقه لما دعانا مهما نقول فيه يستاهل الطيب وقت. نعم. يا متعب ابن عبيد بالطيب وتزيد. يا متعب ابن عبيد بالطيب وتزيد. يا القرب فعلك من قديم معروفي. خوي الوافي صحيحا وتأكيد. نعم. فعل الإيماني تفعل بالكفوفي. يا جاك ضيف البيت عندك تقل عيد اللي سمع مبداك واللي يشوفي. السلام. الله يعطي لك على كيف ما تريد يا القرب يشوق الخجولة هانوفي. اللي سمع مبداك واللي يشوفي. الله يعطي لك على كيف ما تريد يا القرب يشوق الخجولة الهانوفي. شملان شملان نعم الجمع ركبت الجيد. نعم. ستر العذار ستر العذار عايزات الوصوفي يقودهم شيخ حلية تماجيد رعى البويضة والضواري تحوي. يقودهم شيخ حلية تماجيد رعى البويضة والضواري تحوفي. ساجر سيني للمجد وفود وزير. سلام. تاريخ صار ومسطر المحروف. صح الله لسانك. عندنا الان الحقيقه على طول.
فوق العرضة وانا بدي بارك كذا. جونا النجامة وسعد الله هم عتيبة هالجلة والطيبة ترجمة
شودي قالوا هب حرمان يا كودي هلا ويطول عمرك يا ابو الا والله سويت اللي يرفع الراس الله يطول عمرك ما هو غريب عليه فعل الطيب يقول ما هي غريبه الطيب من راعي الطيب ويبقى الكفو دايم يحوش الجمايل موقف بدر من باب حشمه وتوجيب شيخ ولد شيخ عريم السلايل موقف بدر من باب حشمه وتوجيب شيخ ولد شيخ عريم السلايل تاريخ ما يمحى خط ومكاتيب تاريخ شاخمه والفعول الدلايل تاريخ ما يمحى خط ومكاتيب تاريخ شامخ والفعول الدلايل سلايل اللي بس يوف المحاديب فعول تعرف عند كل القبائل كفو سلايل اللي بس يوف المحاديب فعول تعرف عند كل القبائل ابن رفدي حرن حصان الاطاليب كساب تنوماس والراس طايل عن مجلسه حرم بدين المعازيب وخلاه يجلس بصفوف الاوائل كفو الاوائل هم مقدم السلقه وستر الرعابيب حامينا على ظهور قبل صايل ارسلت لك من بدء فكري مناديب شكر وتقدير ولا انت وافق صايل نعم نعم يستاهل ابو ساجد الدكتور الشيخ بدر الفدي الله يعطيك العافيه والله الله تستاهلون اي والله يستاهلوا عياد شليل الشيباني اسلم يقول ما يجعل الاحراف مثل المماليك الا مع حديث الرجال ما بشكون؟ هذا طال عمرك من مقادم شيوخ السلقة ما يحتاج مهما سوى أنا سوى فيني معروف لا والله الشملاني العنزي تعرفون أنها العرب لا الله نعم ونعم أي والله يستاهل حبيت والله أني أكتفي قصيدة لكني أحبها متغيرة شوي وعلى شيء يطيب الخاطر ولقيت أن لون الدحة هو أقرب الدحة هذه من الفضلات عند عنزة على مقال عند ما شاء الله وأحلى تحية على النشامة مثنية اللي لهم قدر وشاني من وغدهم لينا الشيبة أصدح بصوتي يا حزامي يا نايف يا أبو وسامي يبيك تشيل لي الدحة لو كانت ما هي لعتيبة لكن من حب الويلاني وغلا نواب بيض الله وجهه بيض الله وجهه بيض الله وجهه لكن من حب الويلاني وغلا نواب الشملاني بالراضي نعم الشارب يطيبه والله يطيبه بالراضي فعله وافي من جم الربعه وسنافي معرب ساس وجداني يجعل سنينها في الطيبه نوم اسربعه بني وايل عاداته كسبه الجمايل تفخر بكل جميله ومثل نوافه الماريبه من ابوه ومن خاله الطيب بشتى مجاله لين استحل الصداره صدرا تدميه مخاليبه كريم ووافيه خصائل وفلازم شال الثقايل وجنابه دمده الشملاني ناره ذيبه وجام الروس ثيابه الطيب ما هي غريبه ورث ابوه ورث الجده اهل القنا ولا شده امجادهم دومه بزودي والعلم الغانم يحريبه من اعنز هالقوم الكبره كفو عليكم الله عليكم الله عليكم الله عليكم على ابن عمها الشملاني اقول لا اله والله دبس ولا بعلم ما بعلم هذا بعلم هذا طيب والله يجيب هذا العيال بعم جود اسمع اسمع ها يبي انا دينا يبي يلبسه ويعطيه الرجال انا حافظ ومقدر بيض الله وجهك
هي ما تسوى الامور ذي كلها، ولكن هذه والله غير بس استعلمتونا. الرجال بمناسبات كلها والله الرجال ما احنا اسمع لك خفيف كذا جملاً ولا لا؟ يلا كلام صح. ناخذ صور التذكارية في هذا المجلس المبروك اللي جمع المشايخ والوجهاء والشعراء والأدباء عند اخينا الله يطول عمره متى عبيد الشملاني. هلا ابو عبد العزيز، كلمه اللي حضروا هالناس بالطبع. يا هلا، اللي حضروا كلهم اهل جماله علي، وبركات الشيخ صالح وربعه وجميع واحد حضر، لمعروف علينا ان جانا الليله ولبى دعوانا ويا هلا بالجميع. وافي وافي، الله يطول عمرك بمناسبتك واستقبالك وكل شيء. يا هلا باخواننا، اهلا. الله يبقيكم ويسلمكم. وابو عبد العزيز وافي وكف على الجميع، وحنا الليله ارضينا كل عنزي بالمحل هذا. يطول عمرك. والله يسمح ارضيناكم جميعا. اتكلم بما اني اكبر سن من ربعي وهما اعرف مني و... ونعم بكم كلكم. ونعم 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 ايوه. شيخنا ابو عبد الرحمن. وكبر نفسه. اليوم كبير كبير، واحد سبعه كل واحد. شباب ترى 53. ما شاء الله ما شاء الله. كلهم ادون مني. هلا شيخنا صالح مريزيز أنفيعي، الله يحييك باسم أبو عبد العزيز. كلمة لأبو عبد العزيز وهالجمع وهال. أولا شكرا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من أخوي أبو عبد العزيز لي أنا وإخواني الحاضرين معي من الهيلة، شعراء وحقيقة وجهاء في القبيلة ولهم مواقف طيبة، وتشرفت باللقاء بمن حضر من جميع القبائل وعلى راسهم الشيخ بدر الله أرفدي حقيقة، وأبو ساجر حقيقة المكان اللي طبه ينومسه ويكفينا استقباله وتواضعه وتقديره وإكرامه، وبيض الله وجهه، بيض الله وجه الجميع من قبيلة عميد. وعلى وعدنا على وعدنا على وعدنا إن شاء الله إنها بإذن الله في الايام القريبه نجتمع ان شاء الله. وشاعر الدحه الدكتور بدر سليمان رفدي، كلمه بهالمناسبه الله يطول. الله يحييهم الله يحييهم، عند معزبهم ابو عبد العزيز دايم جملنا، الله يحفظه ويطول عمره ان شاء الله. وحقكم اكبر والله من اللي يقدم لكم. ما شاء الله مشايخنا تواجدون، وما شاء الله شعارنا وصور تذكاري ناخذها في المجال. المبروك
ما شاء الله، الله يحفظ الجميع ويسعدكم. بيض الله وجهك. بالتوفيق، الله يحفظ الجميع. الله تفضل. مهنا بمعية جبراء الحفاوي، نتشرف فيه. الله يحفظك ويسعدك. الماس المباركة عند أبو عبد العزيز اللي جمعتنا مع نزة، ونقول الله يغنيكم ويكثر خيركم. جزاك خير. الشيخ مهنا بن علي بن معية الشملاني شيخ شبيريات. الله يسلمك. الله يطول عمرك. وعبد العزيز كل خير وبركه. يطول عمرك. ومنها الفرصه سيد الخال. من هو الخال؟ الاسم الكريم. فؤاد بن سعد بن خرسان الحاف. ونعم واشر نعومه. اي والله. ونعم بها. اي والله الله يحفظك. كلها جمعه مبروكه يا عبد. اي والله اي والله اي والله الجمعه. اصنافك الميزه اللي تخدم جميع المناسبات. يطول عمرك. طول عمرك. ولي الشرف الله يطول عمرك. كلمتك هذه نشكرك عليها. يا هلا يا هلا. الله يجزاك الجنه. هلا هلا. وعليكم السلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا وإياكم جميعا على المحبة والمودة والأخوة والتقوى، ونسأل الله أن يغفر لمؤسس هذه البلاد الذي جمع الله عليه قلوب جميع أبناء المملكة، اللهم من شرقها إلى غربها شمالها جنوبها جميع فئات المجتمع، لا عنصرية لا طائفية لا مناطقية، تجمعنا قبيلة واحدة اسمها قبيلة الوطن. اللهم لك الحمد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا بأن أكرمنا الله بهذا الإمام، ومن بعده الملوك الكرام البررة، الله يغفر الميت منهم، وأن يبارك في ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز. اللهم آمين. تلقيت دعوة كريمة من أخوي الكريم المضياف متعب بن عبيد الشملاني العنزي، وكانت الدعوة قبل 4 أشهر أو 3 أشهر في الدعوة، وتشاورت أنا وربعي المطاليق الله يبيض وجيه والحاضرين معي واللي أنا جاي معهم، وقلت يا الربع فيه دعوة ولا ودنا نكثر الناس، ولا والله لو الدعوة في التكثير والله ما يكفينا 1000 رجال عند متعب وعند والله ما عليك زود الله يحييكم من محبتهم ومن تقديرهم، وقلنا تم وجينا، لكن فيه مربط فرس إن إذا جيت عند متعب الشملاني إنه يعطيني وعد هو ربعه الحاضرين، ليس الدين، إنما وفق، وهذه معارف الرجال بين بعضها والمواقف الطيبة. واليوم شيخ من شيوخ عنزة شيخ بدر حضوره شرف كبير لنا حنا، واستقباله لنا عند الباب له 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 عندنا معنى. الشيخ بدر هذا طال عمرك ديدنا وديدنا هلا له له عندنا معنى كبير بدون قصور، لناخذ الوعد اللي انت وعدتني اياه. تقول لا تعشيت عندي انا وربعي، اشرب دقيقه لا تعشيت عندي انا وربعي ما تطلع الا احنا مرضينك ومعطينك وعد. انا لو يجيني واحد من الشملان، ترى كل الشملان كلهم جوني، وان جوني واحد من الطنايا كنا الطنايا كلهم جوني، بس اعطوني وعد. أبشر بالخير. الآن بحضور الشيخ بدر. الضيف بحكم المعذب على ما قال، وهذا عنده الموعد تويا. بالنسبة للموعد ما نقدر نرتب ونعطيك موعد. أبد. وساجر. بالأجاجين أبد. سم. ولنا خلاص متعب. خلنا نرتب وضع. أنت مرة ما فيها كلام. خلاص إن شاء الله هنجي. والمندوب. لا لا ماني وشلون اصير مندوب وشيخ السلقه موجود. متى بيد الشملاني ابو عبد العزيز؟ المناسبه عندكم الليله. مناسبه طال عمرك جاينا الشيخ صالح ومرافقيه من حتيب من قبيله العتبان من المدينه المنوره، ويا رب تحييه. الله يطول عمرك. تحيي الجميع، جميع واحد يجينا يا رب تحييه. الساعه المباركه شرف لنا. يطول عمرك ابو عبد العزيز، ودائما تجمع الغانمين. الله يطول عمرك. يوفقنا وياك ان شاء الله. وانت ابو عبد الله ما انت مقصر، دائما انت ابد سباق بالخير وتنقل مناسبات الجماعه. عسى الله يوفقك ويختم لك الاجر. الله يجزاه خير. وما شاء الله احنا بانتظارهم الحين الربعين ان شاء الله عقب القهاوي اللي مره.